وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله خطه الدوله المصريه للنهوض بصناعه الغزل والنسيج بهدف استعاده القطن المصري سابق عهده جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي اطلع على مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة والذي سيتم افتتاحه خلال العام القادم ويضم أحدث معدات وآلات في هذا المجال بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية كما تطرق الاجتماع إلى متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى تطوير تسويق منتجات قطاع الغزل والنسيج على أعلى مستوى من خلال تأسيس شركة مصرية لأعمال التسويق. كما اطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على عينات المنسوجات القطنية الفاخرة المنتجة حديثًا من القطن المصري العالمي، والتي تسوقها الشركة المصرية للأقطان ايجيبشن كوتون.